ازيك يا ست الكل؟ الحليب الصناعي لطفلك الرضيع مش كله زي بعضه، الحليب الصناعي ليه أنواع كتير وكل نوع بيتوصف في حالات معينة. في الفيديو ده هعرفك على أنواع الحليب الصناعي للأطفال الرضع وهقولك النوع المناسب لكل حالة. خليكم مركزين معايا للآخر وتابعوا الحلقة دي لأنها مهمة جداً. السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم في فقرة صحة الأطفال وحديث الولادة من برنامج Space Tool Mom. معاكم الدكتور محمد دسوقي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن أنواع الحليب الصناعي وإزاي بنختار أفضل نوع للطفل. الحليب الصناعي في منه أنواع كتيرة جداً، وبنوصف كل نوع على حسب حالة الطفل. نيجي للنوع الأولاني وهو الحليب الصناعي العادي، وده الأكثر شهرة أو اللي بنوصفه لمعظم الأطفال. النوع ده من الحليب بنوصفه لطفل طبيعي، ما عندوش أي مشاكل مرضية، ما هوش طفل مبتسر، ما عندوش أي حالة خاصة. الحليب ده اللي بيبقى معروف بالأرقام، حليب رقم 1 ده مناسب للأطفال من أول الولادة لحد إتمام 6 شهور، الحليب رقم 2 من بعد 6 شهور لحد إتمام السنة، حليب رقم 3 للأطفال من بعد عمر سنة. نيجي بقى للأنواع الخاصة من الحليب الصناعي، واللي أولهم الحليب الصناعي الخاص بالأطفال المبتسرين. لو الطفل مولود قبل ميعاده، الأطفال الخدج أو المبتسرين، الأطفال دول بنوصف لهم نوع معين من الحليب الصناعي، بيبقى غني بالسعرات الحرارية، بيبقى غني بالدهون، ومناسب أكتر للأطفال دول. والطفل عادة بيمشي على النوع ده من الحليب لمدة مؤقتة لحد وزن الطفل ما بيزيد عن حد معين، وبعدها بنوقف النوع ده من الحليب ونوصف النوع العادي اللي ذكرناه في النقطة اللي فاتت. النوع الثالث من الحليب الصناعي هو الـ LF أو لاكتوز فري، وده بنوصفه للأطفال اللي بيعانوا من عدم تحمل اللاكتوز. اللاكتوز هو سكر الحليب. في بعض أطفال رضع عندهم حالة تسمى بعدم تحمل اللاكتوز، يعني الجهاز الهضمي بتاع الطفل ما بيعرفش يهضم اللاكتوز اللي موجود في الحليب بشكل سليم، علشان كده بنوصف لهم نوع مخصص من الحليب الصناعي اللي هو الخالي من اللاكتوز أو لاكتوز فري. النوع الرابع هو الكومفورت أو الإي سي. دي أنواع من الحليب بنوصفها لبعض الأطفال الرضع اللي بيعانوا من المغص والغازات والانتفاخ بشكل كبير، الأطفال اللي ما بيرتاحوش على النوع العادي من الحليب. الأنواع دي من الحليب بتقلل كتير من معدل حدوث المغص والانتفاخ عند الأطفال دول. النوع الخامس من الحليب الصناعي هو الحليب الصناعي المضاد للارتجاع الـ AR، ده بنوصفه للأطفال الرضع اللي بيعانوا من ارتجاع المريء، وبيقلل كتير جدا من حدوث ارتجاع المريء عند الأطفال. والنوع ده بنوصفه أكتر مع الحالات الشديدة من ارتجاع المريء اللي نمو الطفل ممكن يتأثر ويقل بسبب ارتجاع المريء. النوع السادس وهي أنواع من الحليب الصناعي مخصصة للأطفال اللي بيعانوا من حساسية بروتين الحليب، والنوع ده من الحليب في منه كذا نوع. النوع الأولاني الـ HA، وده بنستخدمه للوقاية من حساسية بروتين الحليب. يعني مثلا لو عندنا أم عندها طفل بيعاني من حساسية بروتين الحليب، ونفس الأم دي ولدت طفل تاني، والطفل التاني ده هياخد حليب صناعي، في الحالة دي نفضل إن احنا ندي للطفل ده الحليب الـ HA علشان نحميه من حدوث حساسية بروتين الحليب، فده بنستخدمه للوقاية مش للعلاج. النوع التاني وده بنستخدمه للأطفال اللي بالفعل مصابين بحساسية بروتين الحليب وهو الـ FEH، بنلاقي نوع الحليب الصناعي نفسه موجود جنبه التلات حروف دول بالإنجليش علشان نميزه عن أنواع الحليب العادية. النوع التالت وهو الأمينو أسيد بيزد فورمولا، والنوع ده بنوصفه لحالات حساسية بروتين الحليب الشديدة جداً جداً، واللي مش بتتحسن مع النوع اللي فات اللي هو الـ FEH. بكده يا ست الكل أكون قلتلك أشهر أنواع الحليب الصناعي وبنستخدم كل نوع للطفل إمتى. هنا في نقطة مهمة لازم أكد عليها، تحديد نوع الحليب الصناعي الأفضل للطفل لازم يكون بوصف طبيب الأطفال المتخصص فقط. وكمان نقطة مهمة، ما تديش لطفلك حليب صناعي أصلاً إلا بوصف الطبيب المتخصص، ما تستخدمهوش من نفسك ولا بتوصية أي حد
غير طبيب الأطفال المتخصص. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واستفدتم منها. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو، ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات، ولو عاوزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تنزلي تطبيق Space Tone Mom.